طبعا معنا عبر سكايب من الجبيل عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي الأستاذ فضل البعنين. أهلا بك معنا بالتاسعة. تابعنا جملة الفوائد، لكن ربما أهم مكون في جملة مكونات هذه الاستراتيجية هي معالجة أي تحدي قد يعيق تحقيق بيئة استثمارية. كرجل اقتصاد، ما هي أبرز هذه التحديات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهنئ الوطن بإطلاق هذه الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد، وهي تضاف إلى الاستراتيجيات الأخرى التي أطلقت من قبل. ولعلي أشير بادئ ذي بدء أن هذه الاستراتيجيات هي استراتيجيات تكاملية مترابطة بعضها ببعض، تهدف إلى تمكين أهداف رؤية المملكة 2030 وتحقيقها في جميع الجوانب. الأكيد أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى تهيئة البنية الاستثمارية وإزالة جميع التحديات، وبالتالي هذه الاستراتيجيات، وهذا أمر لافت، يحسب للاستراتيجية ولمن وضعها ولرؤية أيضا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لأنك لا تستطيع أن تجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية دون أن يكون هناك معالجة حقيقية للتحديات الموجودة على أرض الواقع. وفي هذه الاستراتيجية هناك أكثر من 40 مبادرة لمعالجة تحديات الاستثمار إضافة إلى التحفيز. ولعلي أشير إلى أن من أهم التحديات التي يواجهها الاستثمار هي التحديات في البنية التشريعية، والمملكة خطت خطوات كبيرة في تجهيز البنى التحتية التشريعية فيما يعزز الاستثمارات الأجنبية ويحفظها أيضا ويحقق لها متطلباتها العالمية وفق أيضا القوانين الدولية. أيضا هناك من ضمن التحديات تحديات التمويل، ولدينا من فضل الله سبحانه وتعالى جوانب متعددة لتوفير مثل هذا التمويل، بدءا من صندوق الاستثمارات العامة من خلال المشاركة، ثم من الصندوق الصناعي والصناديق الحكومية التي توفر التمويل اللازم لتحقيق مثل هذه الأهداف الاستثمارية الاستراتيجية. نقطة مهمة فيما يتعلق بالمدن الصناعية والمناطق الصناعية، والمملكة اليوم لديها أفضل المدن الصناعية في الجويل وينبع، والآن في جازان ورأس الخير، إضافة إلى بعض المدن الأخرى التي تعتبر جاذبة للاستثمار الأجنبي. التحديات الأخرى أيضا مرتبطة بالفرص الاستثمارية الواعدة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى انبثقت عن رؤية المملكة 2030 الكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة وليس في قطاع واحد، وهذا من محفزات الاستثمار. نعم. من الأرقام التي يعني أتت على ذكرها هذه الاستراتيجية أستاذ فضل، ولابد الوقوف عندها، أنه سيحظى الاقتصاد بنحو 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي. نتابع معك أيضا يعني ما تأثير وأهمية هذه الأرقام بداية، وكيفية انعكاسها على السوق السعودية خصوصا خلال السنوات المقبلة. هناك نوعان من الإنفاق، الأول الإنفاق الاستثماري وهذا مرتبط بالحكومة والصناديق الحكومية الأخرى، والإنفاق الاستهلاكي، وكلا الإنفاقين مهمان بشكل كبير لكل مستثمر يضع ضمن أهدافه الاستثمارية الولوج إلى السوق المستهدفة. وإنفاق مثل هذا المبلغ الكبير يعني أن هناك فرص استثمارية واعدة في قطاعات متعددة وواعدة ومتنوعة تشبع رغبات المستثمرين بأنواعهم المختلفة. أيضا المملكة تتمتع بقوة استهلاكية كبيرة، وهذا أمر غاية في الأهمية فيما يتعلق بالجانب الاستهلاكي والإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر جزءا من الإنفاق العام المحرك للاقتصاد بشكل كلي. هذه الأرقام التي أطلقت أعلن عنها مؤخرا هي محفز لكل مستثمر أن يأتي إلى السعودية ويبدأ البحث عن فرصه الاستثمارية وفق القطاع الذي ينتمي إليه. إذن معنا أو كان معنا عبر سكايب من الجبيل عضو مجلس الشورى والكاتب الاقتصادي فضل البعنين، شكرا لك.